من أقدم الحرف التقليدية والصناعات اليدوية اللي عمل بها الإنسان، وهو كل شيء مصنوع من الطين وبيتشكل على النار زي الأدوات والأواني، بالإضافة إلى كونه فن حيث تسمى الأعمال الفخارية اللي قام الحرفيين بالنحت ورسم عليها بالأعمال الخزفية. تمت صناعة الفخار في مراحل مختلفة ظهر فيها كتير من الصناعات الفخارية واستخدمها الإنسان في إعداد الطعام وحفظه. لصناعة الفخار وسائل كتيرة بيقوم فيها الحرفي باستخدام إيده لتشكيل الأواني ويتم حرقها وتكفيفها في الأفران. احنا عندنا ثلاث انواع من الطينه، اسوالي وبركلي وكاولين. هم اصلهم من اسوان من السد العالي، بتبقى عباره عن صخور بتخش مصانع في مصر القديمه بتتحول لبودره. بنجيب الطينه الاسوالي بنحطها في الحوض نخمرها. اول مرحله شكلت بايدي بالدولاب الكهرباء بالدولاب المانيوال ايا كان طريقه التشكيل. لما بتتشكل على الدولاب نبدا المفروض نقعدها في الشمس شويه عشان تجف. بنجردها نعمل لها الكعب. لما الجسم يمسك نفسه او يجلد ندهن مرتين، تين رمادي تين بيضه، بعدين نرسم. بعد كده بنرجعها لنفس الدولاب تاني نخف الوزن بتاعها ونحوش منها الزيادات. وبعد كده بتخش الفرن، اول مرحله اللي هي فخار. تنتشر صناعه الفخار بالطريقه البدائيه بمحافظه الشرقيه في قريه الزنكلون، ويعمل معظم الاسر بصناعته وتشكيل الفخار من الطين والرماد. المهنه دي موجوده في قريه الزنكلون من زمان، يمكن قبل ما القريه نفسها تقريبا تتعمل، يعني الرخصه قديمه هنا مكتوب بالفرنساوي وبالعرب. بنجهز عمليه الطينه من بدايه شغله، وبنضيف عليه اللي هو الماده اللي هي التراب الاحمر بتاعته، وبنخمره في ميه التراب، وبعدين نحط عليه التراب بتاعه وبنطلعه على الحجر وبنبدا عمليه الشغل. نشتغل هنا صنفين، صنف زير اللي هو الزير بتاع الميه، واواديس اللي هي بنيات الحمام. اللي شغال دلوقتي الادوز بتاع الحمام اللي هو البرج، وفي ادوز بتاع ارنب. تطورت صناعته لتصل إلى قرية الفواخير بمدينة الفسطاط، والتي تنتشر بها صناعة الفخار بأكثر من طريقة حديثة. الشغل السادة بيبقى فيه فرق بينه وبين النحت. المنحوت دوت اللي هو إيه بنكتب عليه. في طاجن مثلا بياخد 3 مراحل، وفي طاجن بياخد 4 مراحل. بعد كده آخر مرحلة اللي هو الجليس. معظم شغلنا هنا على مطاعم مصر، فنادق مصر اللي هنا والمطاعم التجار اللي هنا، وممكن معانا مثلا يعني 3 زبائن مثلا في السعودية اللي هم بنصدر لهم يعني. ونصل إلى أكثر مراحل تطور صناعة الفخار بمدرسة إيفلين بوري بقرية تونس، لتخطو بتلك القرية البسيطة إلى الشهرة والتميز في صناعة الخزف. تعلمت الخزف على قديم مدام إيفلين، وده كان هوايتي، ما كانش شغل. القرية كانت عبارة عن صحراء، فجت هنا حبت المكان، كانت متجوزة الله يرحمه الشاعر السيد حجاب. كنت مساعد بتاعها لمدة 15 سنة. كل الأجيال اللي هي بره دلوقتي كلها متخرجة من نفس المكان ده اللي هي مدرسة الفخار دلوقتي. احنا طريقة زي الإسلام القديم والإبت القديم. طبعا كل واحد له شغل مختلف عن التاني، كل واحد له رسم مختلف عن التاني. شاركت في معارض، سافرت مرتين فرنسا، مرة باريس ومرة ليون، الاثنين كانوا فرنسا. نصدر لبلجيكا وفرنسا، وعندنا مكان برضو في مصر بنعرض فيه شغل، عندنا اسمه نجادة في الدقي. الحمد لله عندي قطعة في متحف في انجلترا وبتعلم. صناعة الفخار من أهم الصناعات المتميزة بالرقي والعراقة والبساطة في وقت واحد، بدأت من المحلية للعالمية. يمكن لأي شخص أن يبدع فيها ويتقنها ويخرجها في ثوب جديد مليء بالبهجة والابتكار.